أحسن الله عليكم. هذا يقول أن عليه كفارة جماع من رمضان الماضي، ما حكم تأخيرها إلى رمضان هذا؟ الكفارات حقوق الله على العبد، وهي دين في ذمته، وينبغي أن يبادر بإبراء ذمته ليلقي عن كاهله الحمل الذي يحمله. فإذا جامع الرجل في نهار رمضان فإنه تجب عليه الكفارة المغلظة، والجماع أن يغيب الختان في الختان، فإذا فعل ذلك في نهار رمضان وهو لا يجوز له الفطر ولا يجوز لها الفطر، يعني ليس مسافرا وليست مسافرة مثلا، فإنه تجب عليه الكفارة المغلظة أن يعتق رقبة ولا عتق اليوم، فلا توجد رقاب مسترقة رقا شرعيا حتى تعتق في الواجب. يا إخوة، ما يزعم أنه رق اليوم ليس رقا شرعيا، وإنما مبني على حروب القبائل واختطاف القبائل ونحو ذلك في القديم، فيجوز التطوع فيه بالعتق، يجوز التطوع لأنك فعلا تعتقه من هذا المتسلط عليه. أما في الواجبات فلا، فلا عتق اليوم. اليوم يأتي بعض الناس يقول هات 10,000 أنا أعتق لك من الدولة الفلانية، لا يوجد عتق تبرأ به الذمة في الواجبات. طيب إذا لم يعتق رقبة لم يستطع، فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن عجز ولم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. فالواجب أن يبادر بهذا قدر الإمكان، لكن على كل حال هل يأثم لو أخرها إلى ما بعد رمضان؟ لا، لا يأثم. هل تترتب عليه فدية زائدة على الكفارة؟ الجواب لا، لا يترتب عليه شيء، لكن كما قلت حق الله ودين وحمل يحمله الإنسان، ينبغي أن يبادر بالتخلص منه. نعم.